حفل على الحال ينعاد فيه الفرح فيه. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء الخاص، حيث يسعدنا في هذا اليوم ان نلتقي مع المبتكر حمد بن علي بن جرح بالمري، مطور وأيضا مبتكر نظام تسجيل سباقات الهجن العربية الأصيلة في دولة قطر. مبتكر صبحك الله بالخير وسعداء بوجودك معنا، ونتشرف حقيقة بهذا اللقاء المميز مع رجل مميز مثل حمد بن علي بن جرح. الله يسلمك أبو بريك، ولا عليك زود ولا على المشاهدين الكرام. في البداية أنا سعيد جدا بلقاء مع موقعنا، موقع لابرقة، فخورين به، كل الفخر للأمانة. احنا في البداية نهنئ ملاك الهجن على اتمام هذا المشروع، واللي يقدم لهم ويسهل لهم كل الخدمات اللي تعتبر حق لهم مشروع، ولاقت كل الدعم والتشجيع من سيدي سمو أمير البلاد المبدى، واهتمام ومساندة مباشرة من رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم فيصل الثاني، وكل الأخوان المسؤولين في اللجنة للأمانة، يعني كلهم وقفوا معي وقفة رجل واحد، ساعدوني وسهلوا لي كل الأمور إلين وصلنا إلى ما وصلنا له. لأن هذا المشروع طال عمرك يحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم قطر، ويقدم خدمة لشريحة كبيرة من ملاك هذا الهجن، ويسهل لهم أمورهم وإدارة شؤون مطاياهم في السباقات، في كل ما يخص مطاياهم، كل ما يحتاجونه من اللجنة يقدرون يحصلون عن طريق النظام هذا. احنا الحمد لله رب العالمين في قطر رياضتنا هذه تلغى كل الدعم، كل السبل اللي نحتاجها في هذه الرياضة متوفرة، من الجوائز القيمة، من الميدان اللي نفتخر به للأمانة كلنا كملاك هجن سواء قطريين ولا غير قطريين، من التسهيلات اللي نحصلها، ما عدا جزئية التسجيل وما تسجيل كانت تأخذ من الملاك وقت طويل في التسجيل، أيضا ازدحام وازدحام شديد، تخلي الملاك لو بغى الواحد منهم يشارك يعني يشل هم التسجيل قبل الركض، متى بسجل، وين بتسجل، وشلون بسجل، وزحمة، وبيروح يومي كامل، وبعض أخوانا من دول الخليج يجون قبل السباق، يعني يجون في وقت هم ما يبغون يجون فيه عشان التسجيل. لذلك طال عمرك قدرنا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى ندخل التكنولوجيا الحديثة في هذه الرياضة اللي للأمانة يعني أكثر الجهات مستفيدة منها، قدرنا ندخلها في هذه الرياضة لتخدم ملاك الرياضة، لتسهل عليهم وتحافظ على وقوتهم وعلى جهودهم وتسهيل كل ما ايضا في المشاركه فيه وتحب المشاركات، وبعدين يعني تزيد من المشاركين لما الناس يسمعون الكلام الطيب، السمعه الطيبه من الرياضه هذه، كل يعني بيصير عليها اقبال كبير، وهذا هدف من اهداف اللجنه. الموقع يقدم كل شيء، كل ما يحتاجونه الملاك من اللجنه يقدمه الموقع باختصار. انا اعطيك اياها باختصار، كل ما المالك يمر في باله يبغيه من اللجنه، كل شيء، نقل ملكية، تغيير اسم مطية، ترصيص مطية، حتى يعني لو قطري يبغى يرصص مطية يرفع الطلب عن طريق الموقع، لو كان خليجي يبغى يشارك في قطر يبغى يضيف مطية يقدر يضيفها، أي كل ما يخص المالك، بس في جزئية بما في ذلك التسجيل بعد، بما في ذلك التسجيل، تغيير الأشواط، الاطلاع على المشاركين، الإنجازات، كل ما خلص. في جزئية وحيدة بس مطلوبة من المالك، إنه في البداية قبل ما يرسلوا له اللجنة الاسم المستخدم كلمة مرور حضوره ولا حضور من ينوب عنه من صلاة القرابة الأولى، هذا مطلوب من الملاك. تحديث بيانات مجرد زيارة واحدة، يجينا نوثق الأمور هذه كلها. الموسم القادم تحدث بيانات مرة أخرى ولا لا؟ هي مرة واحدة تعتبر مربوطة برقم هوية المالك نفسه. يعني أنا حمد بن جرح الحين عندي بطاقتي الشخصية ساري مفعول لين 2015، إحنا نربط النظام لين 2015، مجرد انتهى البطاقة الشخصية يجيني يبلغوني، ترى يا جماعة الخير ترى لازم تحدد بياناتك في اللجنة. بالسباقات ومكتبة فيديو إرشادية بالإضافة إلى خدمات أخرى. ما يميز هذا الموقع هو أنه يحتوي على نظام مبتكر جاء ليكون هو السبق وليكون قاطرة التكنولوجيا الرقمية في عالم السباقات. الموقع طال عمرك يقدم خدمات اكثر، طبعا اكثر شمولا من واكثر دقه من التطبيقات الجواله، تطبيقات جوال محكوم، يعني احنا حاطينها حصريه بس تخدم جزئيه معينه لملاك الهجن. الموقع يشمل اكثر اشياء كثيره، يشمل طبعا في نبذه عن اللجنه، ايش كانت بداياتها، وين وصلت، ونبذه عن الرياضه، وايش كانت، وين وصلت،
في طال عمرك اولا نبدا تعريفيه بالموقع، تعريفيه عن اللجنه ونبدا تعريفيه عن الرياضه، وفي نتائج تنزل اول باول كل يوم. يعني النتائج طبعا النتائج عندنا على مرحلتين، المرحله الاولى النتائج قبل الفحص، يعني بعض الملاك احنا شفنا حسينا الاشياء هذه، بعض الملاك انه لو يشارك الصباح ما يدري من اللي جاء قدامه ولا من اللي جاء وراه، لكن احنا قدمنا الخدمه هاي يعني تعتبر لاول مره تقدم لملاك الهجن، ان لما يشارك الواحد يقدر يدخل على الموقع ولا على التطبيقات الجوال يعرف وين مركز مطيته وين جات بعد التحكيم، واذا فيه مطيه مشتبه فيها دخول جماعي ولا اللجنه ما قدرت توصل بيلقى قدامها الملاحظه اللي لجنه التحكيم بيعتمدونها، سواء كان تحكيم او تشبيه او تسنين تسجيل والجوائز، وكذلك تغيير الاشواط، هل كلها موجوده في الموقع؟ الشيء اللي تخدم ملاك الهجن مباشرة، الموقع في جزئية مخصصة اللي هو عن نظام الرئيس، الموقع نظام الرئيس يطلب اسم المستخدم وكلمة المرور، نفس التطبيقات الجوالة تقريبا، سمعت لما يدخل عليها بيحصل خدمات أكثر من اللي يحصلها على إضافة مطايا جديدة، حتى لو كان من دول الخليج يعني قبل لازم يجي هو بنفسه يسجل مطايا، لا هنا الحين خلاص النظام يقدم ان لازم ياخذ اللي هو التقرير عن مطاياه من جهه دولته اللي هو فيها، سواء كان في الامارات او في السعوديه او في الكويت، يقدم تقرير عن مطاياه عن ارقام شرائحها عن اسمائها ويبعثها كطلب للجنه، في موظفين مختصين في اللجنه يتابعون طلبات الموقع، لما يجيهم الطلب يتاكدون من صحه التقرير من صحه معلومات التقرير وتضاف على طول لحساب للمالك، المالك لازم يكون محدث بياناته في اللجنة. احنا طبعا اعتمدنا تحديث جديد للملاك يطلب فيه، يعني الاشياء هاي تعتبر اشياء سرية خاصة بالمالك، لذلك حرصنا على الرقم السري ما يروح على طول دايركت للمالك. صار عندنا بعض التسهيلات شوي لبعض للملاك، يعني اذا جاء صلت القرابة الاولى، سواء الابو جاي عن عياله ولا العيال جايين عن ابوهم ولا جاي صلت القرابة الاولى، هذه يعني نعتبرها المالك نفسه، في تساهل شوي علشان نعطيهم مجال شوي، لان بعض الناس يقول انا والله ملتزم انا ما اقدر اجيك يا حمد، طيب اذا ما تقدر تجي على الاقل خل اذا ما يقدر يجي على الاقل حد من صلاه القرابه الاولى يعني ينوب عنه يمشي اموره، ولذلك لان بيكون هاي اداره ملف المالك نفسه، يدير مطاياه يدير، يعني لازم يكون فيها نوع من السريه، لذلك حرصنا عن المالك نفسه يجي ولا حد ما يوب عنه نبعث له رقم كلمه اسم المستخدم وكلمه المرور، لان اي خطوه يخطيها في هذا الملف تعتبر محسوبه عليه، يعني اللجنه خارجه مسؤوليه عن اي معلومه تدخل في حسابه او اي مطيه تنتقل ملكيتها لمالك، لان احنا متاكدين يعني عندنا معايير معينه ما يقدر يتجاوز الموظف ولا المسؤول، لأن لازم يكون المالك وبنفسه اللي يشرف على الأمور هذه، لازم يكون واللجنة ما لها شغل، لأن هذا يكون تعامل بين الملاك وبين النظام نفسه. نظام الرئيس هو نظام إلكتروني يتيح للمشاركين خدمة جديدة في عملية التسجيل للمشاركة في السباقات، وهو نظام متكامل يجمع أيضا معلومات الملاك والهجن، ويسعى لخدمة وتسهيل كل ما يحتاجه الملاك، حيث يوفر الوقت والجهد على الملاك وعلى اللجنة المنظمة للسباقات، كما أنه يسهل عملية تسجيل الهجن ويعتمد في ذلك على التقنية الحديثة. أنا أشكرك على كل الكلام اللي قلته، وأذكر مشاهدين موقع الأبرقة وهذا الكلام محفوظ ومثبت. على طريق الرصاصة أنا أخذت لقاء في برنامج عزبتي مع المبتكر، أول شخص ورجعوا البرنامج عزبتي ذكر واقترح من الاقتراحات اللي وضعها وضع رصاصة كان حمد بن علي بن جرح، أبو نشكره عليها اللي ابتكر برنامج التسجيل الجديد. حمد رجل مبدع بشهادة الجميع، تم تكريمه في يوم أمس من بعض الجهات بحضور رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. حمد حدثنا عن التكريم وش اللي صار فيه ومن والله أنا التكريم طال عمرك جاني من أشخاص صراحة الأمانة واكبوني من بداية المشروع، من زملائي في العمل قدموا لي هدية تذكارية تسوى عندي، يعني شلت عني أشياء واجد، وأكبر تكريم لي ثقة سيدي سمو أمير بلاد المفدى فيه وتسليم المشروع لي، المشروع كبير مثل المشروع هذا، وثقة أخرى من رئيس اللجنة واهتمامه، يعني كان معطيني كل الصلاحيات صراحة الأمانة، رئيس اللجنة كان معطيني كل الصلاحيات في إدارة هذا المشروع، والحمد لله ربنا توفقنا. بس محمد أنا أحب أذكر الأخوان المشاهدين والملاك أن من الأشياء الأساسية لتحديث البيانات
يجب إحضار البطاقة الشخصية، يعني تعتبر عن بعض الدول الأخرى الهوية الشخصية، سواء كانت بطاقة أو بطاقة أحوال من المملكة العربية السعودية. ويجب إحضار صورة شخصية، بعد صورة شخصية للمالك وصورة للشعار وشهادة من البنك إذا حب أنه يحول جوائزه عن طريق البنك، وإذا ما راد الخيار عنده، يقدر يستلمها من الإدارة المالية عندنا موجودة في اللجنة. لكن أعيد النقاط المهمة: البطاقة الشخصية، صورة شخصية للمالك، صورة الشعار، وصورة من بطاقة المشاركة حتى لو كان خليجي، صورة من بطاقة الشعار، علشان لما يجي يزور زيارة واحدة للجنة يخلص الموظف كل طلباته ويبعث له في لحظتها يبعث له كلمة المرور. جاتني بعض التساؤلات من أخواننا في دول الخليج، هذا قبل تدشين الموقع، الأسئلة هذه قبل تدشين، يقول لك هل ممكن أدخل على الموقع وأتصفح ولا لازم تحديث الزائرين؟ يا حمد، هل ممكن كل واحد يشوف ولا لازم يشارك في الهجن؟ هل نبغى تفيدنا في الموضوع؟ لا، هذا طال عمرك الموقع مفتوح لكل الزوار، الموقع فيه بيلقون فيه أخبار على طول متواصلة، أي حدث يصير في ميدان الشاحنية بيكون موجود. أي الرياضة هذه يعني تعتبر إقليمية، احنا نعتبرها، احنا نبغي توصل، لأن الرياضة هذه جماهيريتها والجوائز اللي تقدم لها يعني تليق انها توصل إلى الرياضات اللي نشوفها في كل أنحاء العالم. رياضتنا وهذا موروثنا الأول، وهذه رياضتنا اللي نفتخر فيها. يمكن قبل سنوات كان ملاك الهجن بعضهم إذا في الدوام ولا شيء ما يقول للمسؤولين إني أنا ملاك الهجن، لكن الحين للأمانة والله العظيم يعني وصلني أكثر من خبر ملاك الهجن، يعني حتى قاعد يسوقون للرياضة عند مسؤولينهم في الدوام، عند ربعهم الخاصين. زين، يعني هذا بحد ذاته فخر لنا للأمانة، لأن هذه رياضتنا وهذا موروثنا. وإذا ما افتخر، إذا ما يعني كل الرياضات إن إحنا نعتبرها أكثر الرياضات اعتبرها دخيلة على مجتمعنا، إلا هذه الرياضة أرثناها أبا عن جد لين وصلت إلى عصرها الذهبي في ظل سيدي سمو أمير البلاد المودة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، وأبوه قدامه سيدي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يطول عمارهم، وحكام الخليج اللي صراحة ما قصروا دعمه هذه الرياضة وصلها إلى المواصل هذه. وهل الرياضة تستاهل؟ الرياضة تستاهل، وهل يستاهلون؟ تستاهل خير يا ابو علي، وبيض الله وجهك ونهنيك مره ثانيه وثالثه على نجاح مشروع التسجيل الالكتروني وتسجيل مطور لرياضه سباقات الهجن. كان معنا مشاهدينا الاعزاء المبتكر حمد بن علي بن جرحى، اللي نشكره اولا نهني على نجاح المشروع، ونشكره ثانيا على جهوده الجباره وعلى حضوره معنا في هذا اليوم. حمد بن علي بن جرحى، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك التوفيق والله يوفقك ان شاء الله. الله يرحم والديك ويسلمك، والعفو هذا واجب علينا، ونشكرك من موقع الابرقه صراحه المهتمين كل اهتمام بكل ما يخص هذه الرياضه، سواء على مستوى قطر ولا مستوى الخليج، وهذا مو بغريب عليكم. نشكركم، نشكر كل الاخوان القائمين على هذا الموقع، وان شاء الله من الاعلى، ونتمنى ان شاء الله نشوف موقع الابرقه مثل ما قلت من الرياضه موقع عالمي ان شاء الله. ايضا مشاهدينا الاعزاء، كان مع المبتكر حمد بن علي بن جرحبه، هذا اللقاء الخاص، او قابلنا حمد في هذا اللقاء الخاص في ساحه الابرقه. ترقبونا ان شاء الله في لقاء اخر. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفل على الحال